بكم. اليوم نقف على زيارة والي ولاية الجزائر العاصمة بمشروع الملعب علي لابوينت بدويرة، واللي وقف على الأشغال الخارجية وشبكة الطرقات حول الملعب، واللي حسب الصور اللي عندنا يبدو أن الملعب ما راحش ينتهي في هذه السنة، وسوف لأنه فيه أشغال كثيرة ما زالت، يعني أشغال تاع لا فينيسيون على كل حال، يعني الأشغال الكبرى انتهت، حتى يعني الأشغال على مستوى الملعب انتهت يعني 99.99%، لكن تبقى الأشغال تاع الفينيسيون واللي تتطلب وقت كبير، شفناها في الملعب براقي وفي ملعب تيزي وزو، الأشغال تاع لا فينيسيون شدت وقت أكثر من المشروع في حد ذاته. إذن هذه هي، نترككم تتابعون الصور نتاع التهيئة الخارجية نتاع مراكن السيارات والطرقات حول الملعب نتاع دويرة، والسلام عليكم.